شهدت محافظة المنيا استكمالاً لدور مدارس المزارعين الحقلية في رفع وعي وثقافة المزارعين نحو تطبيق الممارسات الزراعية التي تسهم في رفع إنتاجية الأراضي وتوفير مياه الري في ظل تغيرات المناخ. من خلال المدارس الحقلية تم تدريب المزارعين دول على نظم الري الحديثة، تم تدريبهم على صيانة الشبكات وإزاي يستخدموا الموارد المتاحة عندهم في الكرة بالشكل الأمثل اللي بيه كمان يزودوا الإنتاجية والمحصولية بيهم. حيث قدم مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع جامعة توتوري، نموذجاً ناجحاً لمدارس المزارعين الحقلية لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل في حقول القمح. طبعاً هي مصر بتعاني طبعاً من ندرة مائية، وإحنا بنوجه المزارعين للزراعة من خلال الشبكات الري القنيط أو من خلال زراعة المصاطب لتقليل الفاقد من والهدر من المياه من الأسمدة وتعظيم الإنتاجية. في الأيدي العاملة لا، كان في الري والتنقيط كان في توفير عن الري والغمر بحوالي 80%. التوتال النهائي كان في توفير في التنقيط عن الغمر 25% توفير في الوحدات الإدخال. الإنتاج في زيادة في التنقيط عن الغمر حوالي 12%. الري والتنقيط بيوفر عمالة ويوفر سماد ويوفر وقت وبرضه في السولار ويوفر في حاجات كتيرة يعني. الدعم اللي احنا عايزينه والله يعني مثلا الخراطيم مثلا يوفرونا مثلا ذلك تجربه بدايه في بالنسبه لنا احنا هنا في الكره. الحياه دي بتبقى غاليه علينا شويه بالنسبه للخراطيم، المواسير تحت الميه، الحاجات دي، المكنه نفسها بتحت الميه نفسها. ساعد المشروع اصحاب الحيازات الصغيره على زياده انتاجيه المحاصيل وتحسين دخل الاسر الزراعيه بما يتماشى مع مبادره الحكومه المصريه حياه كريمه، ويؤكد دعم المنظمات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في ريف مصر.